أنت من الذين كتبوا مقالاً عندما الإمارات وقعت اتفاق مع إسرائيل ووصفته بالزلزال. هل تعتقد أنه موضوع الاتفاقات، اتفاقات السلام، في حال انتخب بايدن أم أعيد انتخاب دونالد ترامب، سيكون هناك شيئاً ما سيتغير في هذه الاتفاقات، أم هذا مسار سيكمل طريقه؟ هذا مسار سيتواصل ويستمر. جو بايدن ثمن بشكل كبير الاتفاقية للسلام بين الإمارات وإسرائيل وكذلك مع البحرين. أعتقد أن بايدن حتما يريد أن يكون هناك تقوية لهذه الاتفاقية للسلام، وهناك احتمال لجلب الفلسطينيين إلى السلام وإلى طاولة المفاوضات مرة أخرى، وأن يكون هناك حل للدولتين مع إسرائيل. هذا ما يعتقده بايدن، وهو يؤمن بأن الإمارات والبحرين والسودان هي ترتيبات جيدة، والاتفاقيات الأخرى ستقوي وتعزز هذه الاتفاقيات، وفي نهاية المطاف سيكون هناك اتفاق بين الإسرائيليين والفلسطينيين بناء على حل الدولتين. هذه الاتفاقيات ستقوى وتعزز أكثر. إذن تقول أنه بايدن سيعيد الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات مع الاتفاقات. أنت تتوقع أن يكون حتى مع بايدن هناك توقيع لدول أخرى مع إسرائيل؟ أعتقد أن بايدن سيبذل جهدا. الأمر منوط بالفلسطينيين من جهة، لأنه عليهم أن يبذلوا جهدا. الآن هم مقسمون، حكومة في غزة وحكومة في رام الله. لذلك سنرى في عهد بايدن إذا فاز بطبيعة الحال سيستثمر بشكل كبير من أجل جعل الفلسطينيين يعودون إلى المفاوضات. وأعتقد أنه إذا حدث هذا فإن هذا سيقوي مسار السلام وتوقيع الاتفاقيات مع دول عربية أخرى، والعلاقات مع إسرائيل والإمارات والبحرين ودولا أخرى.